عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون، وفي رواية لهما: يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. زاد في رواية: حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي: ائتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى، عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه. فيقول: ائتوا عيسى، عبد الله ورسوله، وكلمة الله وروحه. فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله. ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي ذكر مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. لو استشفعنا، لو سألنا أحدا يشفع لنا، لست هناكم أي لست أهلا لذلك، فيحد لي حدا أي يعين لي طائفة معينة. من حبسه القرآن أي من ذكر في القرآن أنه مخلد.